قلصت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح البري واتجهت إلى منفذ كرم أبو سالم إلى 15 شاحنة تحمل مساعدات إغاثية وغذائية، بالإضافة إلى 4 شاحنات تحمل مشتقات بترولية. يأتي ذلك في ظل تقارير أممية دولية تحذر من تفاقم الأزمات الإنسانية الكارثية داخل القطاع، مع احتياج أكثر من 50,000 طفل للتطعيمات ضد انتشار الأمراض والأوبئة. وللمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. بعد تحية في هذه المتابعة لتطورات الأوضاع الإنسانية داخل وخارج قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية على المدنيين في القطاع، نتحدث عن عدد من التقارير للمكاتب والمنظمات والمؤسسات الأممية التابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية التي تعمل في قطاع وخارج قطاع غزة. نتحدث عن أوامر إخلاء لأكثر من 88% من أراضي قطاع غزة، وهناك عدد من المؤشرات والإحصائيات التي تقول أن في كل كيلو متر داخل قطاع غزة يعيش عليه أكثر من 30,000 فرد، مما يزيد من تفاقم الحالة الإنسانية داخل القطاع ووقوف القطاع على شفا المجاعة والكارثة الإنسانية بمعنى الكلمة، خاصة في فئات الأطفال والنساء، وأيضا انتشار للأمراض والأوبئة داخل القطاع. أما إذا تحدثنا عن المشهد الآخر المتعلق بالمساعدات الإنسانية خارج قطاع غزة، نتحدث عن استقبال معبر رفح البري اليوم لما يقرب من 15 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والغذائية وأيضا الأدوات الطبية، وأربع شاحنات محملة بالمشتقات البترولية وخاصة من مواد الغاز. هذا هو المشهد الإنساني خارج وداخل قطاع غزة، وعودة إليكم.